أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. اليوم أحدثكم عن الصورة التي أمامكم، الدواء الشافي بحليب النباتات، والتي تغنيك بإذن الله تعالى ومشيئته عن القسطرة وعمليات القلب المفتوح. شاهد، تابع معنا وأنت الحكم. اليوم أجريت تحاليل شاملة، وأجريت هذه التحاليل في مختبر البرج لأنني أشعر بتعب في الأيام الماضية، واكتشفت أن عندي بعض المشاكل فيما يتعلق بالكوليسترول الضار والنافع، ونقص في فيتامين د، وكذلك في نسبة الحديد. فأشار علي طبيب المختبر بالبحث عن دكتور شاطر، حسب عبارته هكذا قال: شوف لك دكتور شاطر. فتبسمت وقلت له: أنا أعرف واحد شاطر، شاطر مرة في الطب البديل أو الشعبي. وتبسمت وخرجت من عنده وأنا مصمم استخدام الخلطة التي أمامكم، علما بأنه سبق لي أن عرضتها عليكم في أكثر من فيديو وبطرق مختلفة، لكن أحببت أعطيكم اليوم مقدمة فيما هو معروض أمامكم الآن. والسبب أنه كان في الخلطات السابقة مستخدم ليمون بنزوهير، وهو ليمون حجمه الصغير، ليمون بلدي، لكن اليوم سوف أستخدم الليمون الشعيري الذي هو أمامكم والمنتشر والمتوفر، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أستخدم هذا اليوم الليمون الذي أمامكم، وهو بلا شك جيد ويقوم مقام الأول، إلا أن الأول أفضل بلا شك، الذي هو الليمون الزهيري الصغير البلدي، لكن الثاني جيد ويقوم مقامه، حيث أن الأول بنزهير لا يتوفر للجميع. اليوم أيضا نستخدم الثوم البلدي، وهو أفضل وأجود وأكثر فائدة من الثوم المستورد أو الصيني، والمقادير حسب الرغبة في الخلطة التي ترغبها. البعض يتساءل: إلا الدقيق للغاية؟ أجد بعض الإخوة والأخوات في مثل هذه الأمور الطبيعية يريد مقادير محددة بالملي. يا حبيبنا، هذه المقادير أو هذه المكونات هي مما يستخدمها الناس يوميا في الأكل والشرب وكثير من الأكلات والطبخات، لذلك أقول حسب الرغبة، تكون يعني هذه المقادير حسب الرغبة في الخلطة التي ترغب تنفيذها. أنا اخترت الليلة 7 حبات ليمون و7 ملاعق عسل، حتى يمكن ربما أكثر، لأنني أنا أرغب أن يكون العسل فيه بنسبة أكثر، و7 قطع شرائح زنجبيل، هذه التي أمامكم زنجبيل أخضر، وهو بالمناسبة لا يرفع الضغط، الزنجبيل الأخضر لا يرفع الضغط، الذي يرفع الضغط هو الزنجبيل المجفف. أيضا كوبا من الماء الساخن، ونسيت أن أجلبه هنا أمامي، ولكن سوف تشاهدونه في بقية هذا الفيديو، وسوف نحتاج كوبا مثله أيضا آخر في العصرة الثانية، وسوف ترون التفاصيل أيضا في بقية الفيديو.
ويكفي الإنسان أن يأخذ منه فنجان قهوة صباحا، يعني من هذه المكونات فنجان قهوة صباحا ومساء. طبعا فنجان قهوة عربي، وليس المراد به فنجان القهوة الكبير، إنما فنجان القهوة العربي أو ما يقاربه، أو نصف كوباية صغيرة وهكذا. فيأخذ منه فنجان قهوة صباحا وأيضا مساء، حتى يتخلص من انسداد الشرايين ومشاكل الكوليسترول والنقرس. طبعا هناك في الفيديوهات السابقة يختلف الليمون ويختلف الثوم البلدي. هنا أيضا أضفنا أمرا آخر، طبعا هنا زيت الزيتون، زيت الزيتون لابد أن يكون نصف كوب زيت زيتون من مصدر موثوق، ويكون زيت زيتون نقي صافي. أيضا هذا خل التفاح، خل التفاح خذ منه مقدار فنجان قهوة أيضا، وضيفه إلى الخلطة لأنه مفيد جدا لانسداد الشرايين. وهناك وصفات كان من ضمنها الخل، بينما الوصفات السابقة أنا لم أذكر فيها الخل، فأنا جلبت الخل مع الليمون مع العسل مع الزنجبيل مع الثوم مع زيت الزيتون. هذه المقادير سوف تشاهدون تفاصيلها في الفيديو أو مقتطفات من الفيديوهات السابقة التي سجلتها لكم. خلونا نبدأ الآن بالثوم. الثوم، تقشير الثوم، سوف أريكم طريقة إن شاء الله تتخلصون من قشور الثوم بطريقة سهلة جدا. فلتقشير الثوم أحضر وعاء بهذه الصورة بلاستيكي، ضع فيه الثوم أو كمية الثوم التي تريد تقشيرها بهذه الطريقة. رج الثوم بهذه الطريقة حتى سوف تكتشف بعد ذلك، بعد رج الثوم، أنه تقشر تماما وعليك إخراجه واستخدامه بهذه الطريقة. بعد تقشير الثوم بالطريقة التي عرضتها لكم قبل قليل، أصبح الثوم جاهز بهذه الطريقة، 7 حبات، وبعد أن تخلصنا من القشور. أما بالنسبة للزنجبيل فأيضا يقطع بقشوره، يقطع بقشوره، نتخلص من قشور الثوم، لكن بالنسبة للزنجبيل يقطع بهذه الطريقة مع قشوره، والليمون أيضا يقطع بهذه الطريقة مع قشوره. الليمون مع الزنجبيل مع الثوم مع زيت الزيتون، كأسة من زيت الزيتون بهذه الطريقة، نصفها تقريبا أو 3/4، مع كأس من الماء. هذا المكون الخماسي هو أقوى وأفضل علاج لانسداد الشرايين، سواء كانت شرايين القلب أو غيرها مما في الجسد من انسداد الشرايين. فبإذن الله تعالى هذا المكون هو المدمر أو المخلص لانسداد الشرايين. أما إذا أضفنا العسل، إذا هنا 7 حبات ليمون، 7 قطع تقريبا من الزنجبيل، و7 حبات من الثوم بعد تقشيره، ومع زيت الزيتون 3/4 الكوب هذا، مع كأس الماء، مع 7 ملاعق عسل. إذا كان الأخ الكريم الذي قال لي بأن هذا الليمون مع الزنجبيل مع الثوم مع زيت الزيتون قال عنه إدمان، أو قال عنه نعم قال عنه إدمان،
فاستخدام هذا المكون مع العسل أسميته فتنة، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكن للذته أسميته فتنة. هذه المكونات التي أمامكم معجزات طبية، معجزة طبية فعلا. فللثوم والليمون فوائد عند استخدامهما بشكل منفصل، لكن ماذا يحدث عند مزجهما مع بعض؟ هذه الحقائق المثبتة لعصير الليمون بالثوم يعالج جميع التهابات وانسداد الشرايين، ويمنع تصلبها ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، يخفض الكوليسترول والدهون ويساعد على حرق الدهون الضارة وفقدان الوزن، يخفض معدل السكر في الدم ويضمن تجدد البنكرياس، يفتت حصوات الكلى، يقضي على ميكروب القرحة ويعالج قرحة المعدة والاثنى عشر، يمنع جميع الالتهابات والروماتيزم ويخفف الآلام، يمنع حدوث تكلس العظام، يضمن تجدد أسطح المفاصل ويمنع الآلام، يضمن تجدد خلايا المخ والجهاز العصبي، يقوي جهاز المناعة في الجسم بشكل كبير لأقصى درجة تقريبا، ويقضي على جميع أشكال الحساسية خصوصا حساسية الجلد الناتجة عن التوتر والأوعية الدموية، ويحمي الجسم من السرطان، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا أضفنا العسل فتكون هناك فوائد أخرى، لأن الزنجبيل مقوي جنسي مع العسل، فتكون لأن هناك فوائد سوف أشرحها لكم الآن. العسل مع الزنجبيل مع هذه الخلطة عموما يحفز الرغبة والإثارة الجنسية لدى الرجال والنساء، يساعد في الحصول على انتصاب قوي كامل لفترات طويلة للذين يعانون من العجز الجنسي، يعالج سرعة القذف ويؤخر عند الرجال، يرفع عدد حيوانات المنوية ويزيد من نشاطها، يعمل الزنجبيل على زيادة النشاط والطاقة لدى الزوجين، وذلك بسبب قدرته على توسيع الأوعية الدموية وزيادة التروية ونشاطهما وزيادة التروية والنشاط، أيضا قدرة عالية على قتل البكتيريا والجراثيم في الجسم والأعضاء التناسلية، ويعمل الزنجبيل على التخلص من الروائح المهبلية المزعجة لدى النساء. هذه الكوكبة الكاملة من هذه التي ترونها أمامكم هي معجزة طبية بالفعل. أيها الإخوة المشاهدون، ها هو مشروب الإدمان أو فتنة، استغفر الله العظيم، الاسم فيه إحراج شديد لكنها الحقيقة. ها هو المشروب الآن أمامكم بعد تحضيره. طبعا وضعنا جميع المكونات في خلاط المعروف، خلاط الذي في المطبخ دائما يستخدم، خلاط الفواكه، خلاط الخضروات. وضعنا هذه الكمية في الخلاط وظهرت لنا بهذه الصورة، هذه النتيجة النهائية. طبعا أنا أحضرت لكم هذا لماذا؟ لأننا بعد أن نخلط الكمية نضع وعاء مثل هذا الأخضر، ونضع أيضا مصفاة، المصفاة التي في الأعلى، ونكب عليها من الخلاط مباشرة. تبقى عندنا الكمية أو القشور أو المخلفات العصير، يمكن استخدامها كعصرة ثانية، العصرة الأولى مركزة، العصرة الثانية أقل تركيزا، العصرة الثالثة أقل بكثير. يعني بإمكان استخدام هذه في عدة عصرات، تضع فيها كوب من الماء مقدار هذا ثم تضعها مرة أخرى للاستفادة، لأن الكمية ما زالت فيها فائدة، سواء من قشور الليمون أو من قشور الزنجبيل
أو من المكونات العالقة بها من الثوم وغيره. ولذلك الاستفادة منها طبعا بالنسبة للذين عندهم تصلب شرايين، عندهم مشاكل في القلب، الأفضل استخدموا العصرة الأولى. بالنسبة لمن أراد الاستفادة من بقية من العصرة الثانية، ممكن أن أجمعها مع العصرة الأولى في حاوية مثل هذه. أنا استخدمت اليوم عصرتين، العصرة الأولى المركزة، ثم أضفت عليها كوب من الماء الحار أيضا ووضعتها مع الكمية، وأضفتها بعد العصرة الثانية على هذه في هذا الوعاء، فكانت النتيجة كما ترونها أمامكم في هذا الكوب الذي هو أشبه بالحليب. الذي يرى هذا الكوب يرى يقول هذا حليب، ولذلك أنا أسميته في البداية حليب النباتات. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.